السلام عليكم، كيف حالك يا وحش؟ مقطع اليوم راح نتكلم عن أفضل بلد لشخصية فيشل. أفضل بلد لأن البلد هذه يركز على الهجوم، هجوم الشخصية، وراح تعطيك دمج خرافي. أفضل تجرب البلد هذا على لفل الشخصية 80. إذا صار لفل الشخصية 80 تجرب البلد هذا وراح تشوف النتيجة الخرافية. ما هي مشكلة أن تمشي على البلد هذا لين توصل الشخصية لفل 80، بعدين راح تحصل ارتفاك ذهبي واشياء كثيرة يمديك تضيفها للشخصية. خلونا الحين نشرح. بسم الله، عندنا أفضل أسلحة للشخصية المناسبة اللي هي السلاحين هذه زي ما تشوفون، وعندك سلاحين بنفسجي وسلاح واحد ثلاث نجوم. الارتفاك المناسب اللي هو الارتفاك هذا لازم يكون الكوب، اللي هو كوب في علامة كوب تحصلها، الكوب هذا لازم يكون دمج جسدي مع نسبة، والتاج لازم يكون ضربة حرجة أو دمج الضربة الحرجة، والساعة لازم تكون هجوم مع نسبة. الأشياء اللي تجيك تحت الارتفاكت، أنت بعد ما تختار الارتفاكت الإضافات اللي تحت الارتفاكت يفضل أنها تكون هذه زي ما تشوفون، 5 إضافات تحت. إذا رفعت لفل الارتفاكت راح يعطيك إضافة عشوائية اللي هي ميزة إضافية للارتفاكت تحصلها تحت على طول. إذا وصلت الشخصية بالارتفاكت هذه للفل 80 راح يكون دمج هجومك 1600 إلى 2200 الدمج العادي، ونسبة الضربة الحرجة راح تكون عندك من 50 إلى 70%، ونسبة دمج الضربة الحرجة راح يكون عندك من 100 إلى 140، وعندك نسبة الهجوم الجسدي اللي هو الهجوم على الجسد راح يكون معك 83% إلى 146%. بس هذا هو أفضل بلد لفيشل. أتمنى أنك تجرب البلد وتعطيني رأيك في التعليقات، والله يعطيك ألف عافية.
判決を下す。Thank you.